لا فان دو ماتش ديال المغرب وتايلاند واحد لواحد. المغرب فريمون دار ماتش كبير، ولكن في الاخر تخشات عليه في الثواني الاخرى، تخشات عليه. مي سي با غاف فيزون في ان بون ماتش واحد لواحد. مازال لعب مع عندهم ماتش ضد البرتغال، ايوا ان شاء الله يكون الخير. ولكن مونك دو رياليزم، خص تقولوا بزاف الكواري، و التايلانديين خصها تعطيو ماركي والبيس في الثواني الاخرى، الثواني الاخرى ديال الماتش. متحسر شويه، ولكن الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل. كاين المغاربه خاصهم سي با غاف. تايلاند فرقه كبيره حتى هي، داروا مع ماتش تعادل، سي با غاف. تايلاند وايضا المنتخب المغربي. باي، السلام عليكم.